السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أو آيس كوب، كيف حالكم؟ لب قلوبكم إن شاء الله أنكم مرتاحين. بس أول شيء حاب أعتذر لكم كثير كثير، لأن لي الحين يمكن 3 أيام ما رفعت شيء. بس والله يا شباب، يعني مو بيدي، والله كله مستسي، حسبي الله عليه. شو اسمه، قاطعين عني النت وللحين مزلبيني، ما جو، قالوا بنجي وأقوى سيفون. ما أدري، أحس ما عندهم شغلة ولا مشغل لنا، ما غير يفصلون عني النت، ما أدري سالفة أهلهم الزبدة. لا وابشركم، بعد ذا الفيديو رافع من كوفي شوب ام الجحلطه يا شيخ. الناس في بيوتهم قاعدين يلعبون مستنسين، وانا رايح مقهى ارفع فيديو. حتى ترى لو يعني لو ما رفعت الحين، رفعت بعد كم يوم، اعرف انه ما قدرت ارفع من مقهى ورافع من بيتنا يوم رجع النت. نقول الله يعين. نتكلم عن الجيم بلاي شوي. هذا الجيم التكتيكال نيوك او الموب، وكنت العب بسلاح الاي سي ار زي ما انتم شايفين قدامكم الحين، بركات وسكندري كلاس وكل شيء. الصراحة انصح اللي بي انصح سجل صراحة انصح اللي بيجيبون مابات يعني ومو بعارفين كيف، انصحهم يجربون ذا الكلاسات اللي انا حاطه والبركات وكل شيء. و يعني طبعا اكيد كلهم طريقة لعبة، يمكن بعضكم طريقة لعبة غير طريقتي ويبقى له كلاسات معينة، او هو يرتاح مع كلاسات معينة. بس انا يعني اشوف يعني اللي يحس ان طريقه لعبه قريبه من طريقه لعبي، او ان يعني كذا يجرب كلاساتي وان شاء الله تضبط معه. وبذا الجيم كنت العب الحالي بدون بارتي، وكان شو اسمه كنت ماسك لي يعني زاويه في الماب، يعني جهه معينه في الماب، يعني تعرفون بدون بارتي وما في احد يساعدني ويسوي لي كفر زي ما يقولون. اعتمد يعني اعتمد على لعبي والحالي، يعني فما يعني ما له داعي اجلس ادرعم على العمى وكذا. وغير كذا كان ضدي اثنين، يعني اتوقع انه اثنين كانوا يلعبون سنايبر. لا وانا اذا صار يعني ضدي سنايبر اقمط قمطه من امه داعي، من شلون انا اكثر واحد يلعب سنايبر واعرف طريق، اعرف كيف يلعبون سنايبر واعرف طريقه لعبهم. شلون اذا لاعب ضدك رشاش طلق عليك، يمديك تزبن او يمديك تطلق عليه وتذبحه قبل لا تموت. اما سنايبر اذا طلق عليك قل خلاص باي باي مواب مع السلامه خلاص طلق عليك مت، الا اذا انت محظوظ مره طلق عليك وجاك هيت مارك عادي يمديك تذبحه، يعني تجرحت على قولتهم. اما اغلب الاحيان خلاص تموت ما عاد فيها. زي الجيم اللي قبل ذا كنت العب ما بدوم صغير، وكان باقي لي 3 على الموب، يجي طويل العمر هف وجهي بسنايبر خلاص، ما عاد اقدر اسوي شيء، ولا حتى يذبحك من بعيد المشكله وانت ما تدري وكذا. ايش كنت بقول بعد؟ اي صح والله، بقول لكم سالفتي قبل كم يوم رحت اشتري مايك، والله يا شيخ شيء يقهر. طلعت الصباح انا يمكن الساعه 8، رحت المكتب الجرير ولقيتها مقفلة ما تفتح الا الساعة 9 طلعت. وش اسمه قعدت افر شوي افر، رحت افطرت وحركات شوي، يوم رجعت كذا لا في توا بتفتح، جت الساعة 9 بالضبط تفتحها بالضبط، ما شاء الله عليهم بالدقيقة مواعيدهم بطلة. اتشلت المايك اللي هو مايكروسوفت، اخذته ب 300 ريال. هذا الحين اوه مطنوب 300، لا احد يسمي مطنوب اقسم بالله، الطفرة بتشتكي استدعيوكم تونا 300. عاد رجعت مستانس بجرب المايك، قلت يلا بلعب جيمين وبسجل لايف كومنتري. يوم لعبت الجيم الاول كويس، شوفوا هنا اتاكي انا تحت الكوبري ده، لان في طيارتين من امها داعي تفتني، راحت واحده الظاهر باقي الثانيه. شو اسمه، المهم نرجع لسالفتنا، اقول لكم لعبت الجيم الاول كويس خلص تمام. العب الجيم الثاني كذا مت، ذبحت الاول ذبحت الثاني شوي مت شوي، جيت بمشي شوي الا ويفصل النت. يلا اليومكم ذا ما سجلت لا لايف كومنتري ولا شيء، والله حسافه الزبده. ادعوا لي انه يضبط نتي، والله اني منقهر ودي العب، متحمس اشوف من الوسوسه اقعد اشوف الجيم دايز اللي عندي واللقطات وكذا، منقهر. ولا في بلاك بيري، في البلاك بيري يجون اخويا يقهروني، يلا يا في سنايبر لوبي، يلا يا بارتي نلعب رشاشات كذا، وسخين ما قاموا يرسلون الا يوم انفصل عندي النت لا واللي يتقصدها يرسل لي لحالي كذا يبغى يقهرني، اقسم بالله حالات من حذفهم واحد واحد. ايه يا عيال صح. وشي ثاني، اول شيء انا حاب اعتذر اي واحد يعطيني كومنت او يرسل لي رساله على اليوتيوب او كذا، يعني في النت الزبده او في الثاني يرسل لي اد وكذا، ولا ارد عليه او ولا اقبل اطول. اعرف يا عيال قدر ظروفي، اقسم بالله ما عندي نت ما اقدر العب سوني اول شيء. ثاني شيء يعني يمكن كل يوم ادخل ساعة واحدة من مقهى، اذا رحت من كوفي شوب اذا رحت بعد، يعني اهم شيء اللي ابغاه منكم تقدرون ظروفي وعذروني، وان شاء الله يعني فترة وتعدي، فترة بسيطة وتعدي نقول يا رب. وشيء ثاني، في ناس كثير قالوا لي نبغى نضيفك نبغى نضيفك. ما ادري وش رايكم اسوي اي دي للمشتركين، يعني العب مع المشتركين وكذا،
لان اي دي ذا من اول ما عرفت الاونلاين هو اي دي، يعني من زمان مره، من قبل اكثر من 3 سنوات. في ناس يعني عشت معاهم ذكريات، في ناس عزيزين علي مره، يعني اطلع معهم كذا صعب، مستحيل امزحهم يعني عشان يعني اضيف اي احد ثاني، عرفتوا؟ اكيد انتم فاهمين علي، يعني ما اقدر امسحهم ابد، يعني مسحت اللي اقدر عليهم وضفت اللي اقدر عليهم، بس انا اخاف امسح هذول اللي اضفتهم جديدين ويجون انت متكبر، انت مسحتنا لا تمسحنا مدري ايش. عشان كذا ايش رايكم اسوي، يعني تعرفون سوني مضيق علينا، ما نقدر نضيف الا 100 واحد بس، الله يقلب ليسهم لو يخلونها 200 على الاقل اهون. فما ادري ايش رايكم اسوي اي دي جديد. لا انا عندي اي دي ثاني اللي هو فيزكس كوبكس، يمكن ارجع العب فيه، يعني العب مع المشتركين بس، يعني حتى اللي عندي في ذا الاي دي اللي هو اي اي سكوبكس ما راح اضيفهم في ذاك، بخلي ذاك بس للمشتركين لان 100 واحد. فا يلا يلا بلحق اللي تقولون لي عليه بسويه ان شاء الله، ما راح اقصر معكم. وشيء ثاني، يعني شلون اذا طول النت ما ارجع، انا ما عندي الا يمكن جيم بلاي او اثنين غير هذا في كود 8، وعندي كم واحد كود فار، يمكن ارجع انزل كود فار، انزل سلسلة اي شيء. اعذروني يعني للحين، انا شلون مرتبط بذا الجيم بلايز اللي عندي، اذا خلصت بنك ما اقدر العب لما يرجع نتي. عاد عاد انا بنشب الامهم، بنشب ابوهم، بعد ادق كل يوم لما المشكله ان تلفوني خربان، ما اقدر ادق، وجوالي موبايلي بعد شوف القفله في الوجه، موبايلي ما يدق على STC، والله ما لي الا اروح لهم اتاهمهم. عاد في ذا الكومنتري يعني حبيت ابين لكم الاشياء اللي انا مر فيها، عشان ما حد يقول ذا سحب علينا، ذا ما يرد، ذا قام يتكبر وكذا، عشان تعذروني بعد، وعشان اقول لكم مره واحده اني مشتاق لكم، مشتاق اقرا كومنتاتكم وكذا. الله يعين، والله اني منقهر الصراحه. قمت افكر اني اسوي تختيم الاشرطه يا شيخ من القهر، ما عندي نت ولا شيء، والله ما ادري ايش رايك اختم اشرطه، انزل تختيم يعني. اذا ودك مني انزل تختيم بذا الايام بس اللي بدون نت، اعطوني اشرطه كويسه اختمها، يعني اشرطه تحسون فلت تختيم فيها، لان انا صراحه مو من زمان من سوري تو ما ختمت اشرطه. بجرب برجع للتختيم، بس كنت افكر اشتري باتل فيلد، دام ما في اونلاين باتل فيلد شو الفائده؟ يعني في ذا الجيم اللي ابغاه منكم بس تقولوا لي ايش رايك اسوي، العب مع المشتركين في اي دي مشتركين، او مو او ولا لا مو ولا ايش رايكم يعني بعد اسوي تختيم الاشرطه، لا انزل هابي ويلز، لا هابي ويلز الظاهر انه لازم نت بعد. يا الله والله اني ما ادري اسوي، يلا المهم اعطوني رايكم. وهنا جبت المواب وتقريبا خلص الجيم بلاي، اللي ابغاه منكم بس تدعموني يعني ما بتدعم يعني تسوون زي دايم، انتم دايم ما شاء الله تدعموني، ما قصرتم إيه. اكيد ما راح انسالكم ذا الجميل ان شاء الله. لا تنسوا اللايك ومفضل المقطع، اكون شاكر لكم كثير كثير، وشوفوا الديسكريبشن شيكوا عليه، وبس كان معكم محمد او ايسكوب، مع السلامه.